بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب، مقرر المشروع النهائي لدرجة الماجستير بجامعة الجامعة الذكية. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة. النهاردة محاضرتنا رقم 4 في Research Methodology. في الحقيقة لازم قبل ما نبتدي المحاضرة نؤكد على أن Research Methodologies لازم محاضراتها يجب مراجعتها جميعا ومشاهدتها جميعا، ولا يكتفى أبدا بمحاضرة واحدة بس نقدر نشوفها ونفهم منها كل الموضوع، لأن طرق البحث في الحقيقة مش حاجة سهلة الاستيعاب خصوصا في البداية. وعلشان تكون البداية صحيحة ونقدر نبني بناء معرفي ونقدر نبني خبرات ننطلق من خلالها في تصميم خطة بحث صحيحة، ونختار من خلالها موضوع للبحث يكون يتبع الأسلوب العلمي في اختياره وفي مكوناته وفي مخرجاته. هنا احنا محتاجين ان احنا نحرص على مشاهدة جميع المحاضرات واستيعابها بشكل كامل حتى نستطيع التنقل من خطوة إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. في النهاية بإذن الله يكون عندنا بحث مميز. النهاردة في المحاضرة بتاعتنا هنتكلم عن واحد من أهم الركائز الأساسية في موضوع البحث العلمي. وهنا في الحقيقة بيجي لي مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات عن هذا الفصل بالذات، ولذلك فأنا بنتظر من حضراتكم إن إن شاء الله بعد هذا الفصل هيكون عندكم إجابات على أسئلة كتير يعني كنا بنسألها وبنسمعها من طلابنا الأعزاء باستمرار. خلونا نتنقل كده للشريحة القادمة ونبتدي بقى نتكلم عن أهداف الفصل وإيه هو بنهاية هذا الفصل هيكون عند الطالب خبرات ومعلومات عاملة إزاي. لو رحنا للشريحة اللي بعد كده هنلاقي فيها المحتوى لهذا الفصل ولهذه المحاضرة، وهنبتدي أول حاجة ونبتدي نناقش مفهوم منهج البحث العلمي، وعايزين نعرف إيه أهمية تحديد المنهج العلمي المستخدم وإيه هي العناصر الرئيسية اللي هنتطرق إليها في هذا العنوان. طبعا هذا المفهوم لازم نكون عارفين ان في هناك عدة تعريفات لمفهوم البحث العلمي، هنناقشها دلوقتي مع بعض اثناء المحاضرة. العنوان الثاني اللي هنتكلم عليه النهاردة هو انواع ومناهج البحث العلمي، وهنا احنا هنبتدي نتكلم على مجموعة من مناهج البحث العلمي هي الاكثر انتشارا واستخداما. في الحقيقة عايزين نقول إن مدارس البحث العلمي مختلفة، وبيكون في أكتر من أسلوب وأكتر من طريقة لكتابة نفس الموضوع، وبالتالي مهمتنا هنا هي إن احنا نتعرف على المدارس المختلفة والطرق المختلفة ومناهج البحث المختلفة، ثم هنا بقى نقدر نوظف معرفتنا دي في اختيار أفضل منهج يتماشى ويتناسب مع موضوع البحث، سواء كان البحث هيكون استقرائي ولا استنباطي، هعتمد على بيانات واتكلم على مرحلة من التاريخ، او هشوف بقى مجموعات اقارب ما بينها مجموعة ضابطة و الى ما شابه. كذلك ممكن نتكلم في منهج وصفي زي ما موجود عند حضراتكم كده. فاول منهج هنتكلم عنه النهاردة هو المنهج الاستقرائي، هناخد كل ما يتعلق بهذا المنهج، ثم ننتقل إلى الديتكتيف ميثود والمنهج الاستنباطي وكيفية الاستنباط من البيانات والمعلومات وإجراء البحث بتاعنا إزاي نقدر نستنبط الأشياء. طبعا كمان عندي الهيستوريكال ميثود، ودي الهيستوريكال بنتكلم في التاريخ، معلومات جاية من التاريخ وداتا جاية من التاريخ، أو بتدرس حقبة تاريخية محددة نقدر من خلالها نصل إلى نتائج هامة. المنهج التجريبي بيكون احد اهم المناهج اللي انا شخصيا بحبها جدا، وبيكون عندي مجموعه، ممكن بمجموعه واحده، ممكن نعملها بمجموعتين زي ما هنشوف دلوقتي، نبتدي نقارن النتائج قبل وبعد، او نبتدي نقارن النتيجه بتاعه المجموعه
الأولى والمجموعة الثانية. عندي كمان المنهج الوصفي، وده منهج بيصف الحالة الموجودة وهنتكلم عنه بالتفصيل. فأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الشيقة، إن شاء الله نخرج منها بمعلومات جديدة وإضافية تساعدنا في البناء المعرفي والفكري للبحث. برضو أنا هنا من أهم النقاط اللي أنا بكون حريص إن أنا أوصلها لكل من يحاول يشتغل في البحث العلمي خصوصا لأول مرة. البحث العلمي يا جماعة مش مجرد زي أي مقرر حضرتك بتذاكره وتقعد تشوف هو أساليب المذاكرة العادية اللي كلنا عارفينها، أو يجي لك في اختبار يكون اختياري أو لا لا لا. البحث العلمي هو صورة كبيرة، كل محاضرة بناخدها بتكمل جزء من الصورة. علشان نقدر ننتج إنتاج علمي يتصف بأنه هو جيد، وإنتاج علمي كويس وليه قدرة على إن هو نقدر بقى ننشر هذا البحث ونقدر ننافس بيه في مجلات وإلى ما شابه، لازم الصورة دي تكون مكتملة. يعني طول ما إحنا بناخد محاضرة بعد محاضرة بعد محاضرة، فأنا لسه بكمل جزء وجزء، لكن لسه في جزء تاني في موضوع البحث العلمي مش واضح. ولذلك بنهاية المقرر، بنهاية كل هذا الشرح، تبتدي تتضح بقى الصورة كاملة قدام حضراتكم، ويبتدي هنا البحث لو بدأناه بعد ما نخلص المقرر بيبقى مختلف إلى حد كبير جدا، بيبقى طبعا أسهل بكتير عما إن احنا وأنا دلوقتي بشرح مثلا الهايبونسيسز، فإحنا بنروح نعمل الهايبونسيسز. هي دي ده أسلوب فعال، لكن بعد لما بنخلص ونشوف الصورة كلها وتكون لدينا القدرة على ربط كل متطلبات البحث العلمي ببعضها البعض، هنا لو بدأنا بحث علمي بقى مع بعض من أول وجديد أكيد النتيجة هتكون أحسن وأفضل بعد ما اتضحت الصورة كاملة. طب يعني حد هيقول لي طب واحنا دلوقتي مش المفروض ان احنا نمشي خطوة خطوة؟ المفروض دلوقتي احنا بنمشي خطوة خطوة عشان نتدرب عليها مع بعض، نتعلمها مع بعض. لما تطلع مجموعة من الاستفسارات نلاقي من يجاوبها، لما تطلع مجموعة من المعوقات نقدر نزللها، وبالتالي في المرحلة الأولى لما بنعمل خطوة نشرح محاضرة ونطبقها ونشرح محاضرة ونطبقها، ده بيساعد الباحث على إن هو يبتدي يبني بناء معرفي ومهارات. هنا على فكرة البحث العلمي مش معرفة فقط، في مجموعة كبيرة جدا من المهارات لازم تكون عند الباحث. لازم يتعلم ازاي يقرا ما بين السطور، لازم يكون في كريتيكال ثينكينج، يقدر يقرا الليتريتشر ريفيو او البريفيوس ستاديز ويركز فيها ويكون عنده تفكير ناقد، يكون في ابداع في رؤيته هو، في تكوين فكره هو. نقدر نخلق في الباحث كيفيه اداء فكر جديد، موضوع جديد، ازاي اوصل لمكوناته، ازاي ابتدي اطبق كل اللي بندرسه من اول اختيار العنوان وطريقه صياغته الى الريسيرش بروبلم او بروبلم ستيتمنت، واحنا ماشيين بقى في الفروض والتساؤلات والميثودولوجي والكونسبشن فريم ورك ونمشي عليه كله على بعضه من الاول الى الاخر. هنا الرؤيه الشامله بتفرق. وبالتالي انا اعيد واكرر واؤكد ان كل طلابنا الاعزاء اللي بيتهيأ له انه ممكن يحضر المحاضره دي بس فيقدر يكتب منها هذا الجزء في البحث العلمي، اقول لحضرتك ده كلام مش دقيق، لان كل البحث العلمي متربط ببعض في بعض، وعلشان تقدر تعبر عن جزء واحد لازم تكون مريت بكل اللي احنا شرحناه قبل كده. فلو سمحتوا هأكد تاني وتالت ورابع، لازم نطلع على كافة البيانات والمعلومات سواء في المحاضرة الاورينتيشن المقدمة بتاعتنا في البداية خالص، أو في المحاضرات الأولى والتانية والتالتة ودي الرابعة كمان هنبتدي نتكلم فيها. دي كلها بيعمل بناء فكري ويرسم الرود ماب لحضرتك عشان تقدر تكتب بحث علمي بشكل كفء وفعال. ولذلك بقى تلاقيني في كل فصل بحط لك شريحتين، واحدة منهم اللي قدام حضراتكم دي اللي بيكون فيها الأهداف التعليمية اللي ممكن يكتسبها الطالب من هذا الفصل، وهدفي أنا هدف الفصل ده نوصل لحضرتك معلومات إيه بالظبط، إمتى هتكون على هذا القدر من المعرفة بهذه النقاط من خلال هذا الفصل. كمان بعدها في شريحة بنقول المهارات المكتسبة، يعني أنا في كل فصل هدي لحضرتك مهارات
وعندي أهداف عايز أحققها، فبالتالي تجميعة هذه المهارات وتحقيق كافة الأهداف لكل هذه المحاضرات والفصول تباعا هو ده اللي بيؤدي إلى تكوين رؤية صحيحة ورؤية تتصف بالجودة لدى الباحث في ان هو يختار موضوع البحث بتاعه، ان هو يبتدي يمشي في الخطوات بتاعته من غير ما تواجهه مشكلات تتعلق بالجانب التنظيمي وبالجانب الشكلي وبالجانب الفهمي، وانما كل العقبات اللي هتواجهك بعد كده هي الوقت المتاح بالنسبة لك عشان تمارس البحث او تبتدي تمشي في الاجراءات بتاعته. قد يواجهك بعض المعوقات في الداتا كولكشن الى ما شابه، لكن هل هيواجهني ساعتها معوقات في هو ايه قبل ايه، او المفروض اعمل ايه الاول بعد ايه؟ لا، بتبقى كده الصوره بقت واضحه تماما، بشرط كمان مره زي ما قلنا ان انا ما باخدش جزء واسيب جزء، انا لازم اخد الكورس كله على بعضه الاول، افهمه كويس، استوعبه كويس، وابتدي اطبق. فعلى سبيل المثال عندنا النهارده الاهداف التعليميه لهذا الفصل بتتمثل في ان احنا هنتكلم على مفهوم ومنهج البحث العلمي واهميته في البحث العلمي، منهج البحث العلمي، اهمية اختيار المنهج المناسب في عملية البحث العلمي. هنا المناهج زي ما احنا قلنا مختلفة ومتعددة، كل منهج من هذه المناهج يتم استخدامه بشكل يخدم البحث بشكل او باخر. النقطة الثانية هي التعرف على مفهوم المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وعلاقتهم هما الاثنين بمجال العلوم الإدارية، ودول في الحقيقة منهجين يعني خلينا نتكلم فيهم بعد شوية لما نوصل لهم، لكن هم بالأهمية مكان لأن احنا نفهم بدوني طريقة أفهم بيها باقي المناهج وأفهم بيها البحث العلمي بشكل كبير جدا. النقطة الثانية هنبتدي نتعرف على المنهج التاريخي وأهميته، وبعد كده المنهج التجريبي والخطوات بتاعته وأهميته أيضا، فضلا عن المنهج الوصفي وأساليبه المختلفة في العلوم الإدارية. وبكده هنكون عملنا بناء معرفي يساعد طلابنا الأعزاء على اختيار المنهج البحثي المطلوب. طيب إذا كان ده البناء المعرفي لهذا الفصل، طب أنا هكتسب إيه من هذا الفصل؟ إيه المهارات اللي ممكن أكتسبها من دراسة هذه المناهج العلمية المختلفة؟ فبقول لحضرتك إنه من المتوقع إن شاء الله بعد ما نخلص شرح هذا الفصل وإن حضرتك تقراه كويس، تركز فيه كويس. القراءة بالمناسبة ما بتكونش من الباوربوينت، الباوربوينت هي مجرد أداة تول بسيطة بتساعدك، بديلك مختصر المختصر المختصر، يعني في حاجات كتير لو قريتها لوحدها doesn't make sense، لكن انا لما بشرحها بعد كده هي في النهاية نقط بس بسيطة باور بوينتس، لكن في النهاية المطلوب من حضرتك انك لا تكتفي بهذه الشرائح، وانما يجب عليك بقى كطالب او كباحث او كباحثة هو القراءة والاطلاع، قراءة مرجع أو كتاب علمي في البحث العلمي. لازم الباوربوينت أو يا جماعة حد يعتمد عليها باعتبار أن هي دي المرجع الأساسي والأخير، وهي دي بس تكفي، هي لا تكفي على الإطلاق. كمان مرة أنا أؤكد، الباوربوينت هي لا تكفي على الإطلاق، وإنما يجب أن مع حضرتك وإحنا بنشرح يكون معك كتاب، يكون معك مرجع في البحث العلمي، وتبتدي تذاكر هذا الفصل وتحضر معانا المحاضرة وتشوف الشرح بتاعها. كده هيكون عند حضرتك فكرة كافية بنسبة 100% إن شاء الله بهذا الفصل. لكن اعتمادك مجرد الاعتماد على الباوربوينت، أنا أؤكد للمرة التانية إن هو غير كافي بالمرة، بالعكس ده قد يؤدي إلى الكونفيوجن أو لخبطة أو عدم إدراك وعدم ترابط الأشياء ببعض، إلا إذا كنت هتتفرج على الفيديو، لأن في الفيديو أنا بعمل بوضح، بتبقى النقطة مكتوبة باختصار كتير لكن أنا بوضحها بشكل كبير. لو رحنا للمهارات اللي حضرتك المفروض تكتسبها من هذا الفصل، هو قدرتك على تحديد نقاط القوة والضعف في كل من مناهج البحث العلمي المختلفة، ومن خلال اختيارك أو إدراكك لنقاط القوة والضعف بتتولد عندك بقى القدرة على أنك أنت
تحدد، تقدر تحدد وتختار المنهج المناسب لموضوع البحث بتاعك. المنهج المناسب وتحديده دي حاجة مهمة جدا، ومش بس كده، كمان بنهاية هذا الفصل إن شاء الله يكون عندك القدرة على التمكن من تنفيذ البحث العلمي نتيجة لامتلاكك للأدوات اللازمة في هذا المنهج، أو تمتلك النقاط المفصلية والأدوات التي يجب أن تتوفر لديك لتنفيذ المنهج العلمي اللي حضرتك اخترته. خلينا نخش في الموضوع ونروح نشوف كل اللي قلناه نقطة نقطة ومنهج منهج بالترتيب. طيب خلونا نتكلم عن منهج البحث بقى، وندخل على طول مع بعض في محاضرة النهاردة، ونقول إنه بيعتبر تحديد المنهج العلمي المستخدم في عملية البحث من العناصر الرئيسية التي يجب على الباحث تحديدها. ومش بس يجب على الباحث تحديدها، ده كمان يجب عليه تحديدها في المرحلة الأولى من البحث بتاعه. ليه بنقول كده؟ لازم الباحث يحدد المنهج بتاعه. ونرجع تاني ونقول أنا بحدد المنهج إزاي؟ هنعرف بالتفصيل دلوقتي، بس خليه دايما في دماغنا كده كلمة ذهبية اسمها literature review أو previous studies. خلي الجملة دي معانا كده عشان احنا هنطلعها كتير ونتكلم فيها كتير ونبص فيها كتير. إنما لو جينا نشوف أنا ليه يجب على الباحث إن هو يحدد المنهج بتاعه في المراحل البحثية الأولى، لأن طبعا وبالتأكيد وبلا شك تحديد المنهج ده بيتوقف عليه باقي مراحل عملية البحث بتاعه، هيتنقل ازاي من عنصر الى الاخر. ولازم نشير هنا ان هو لا تكتمل ابدا العناصر الاساسية للبحث الا بتحديد منهجية واضحة للبحث بتاع حضرتك كباحث او كباحثة. هنا بتتولد لديك الافكار بقى والفكرة والفرصة، لانك انت ترى البحث بتاعك بشكل وصفي، بشكل مسحي، بشكل استقرائي، بشكل استنباطي، بشكل تجريبي. فهنا عقلك انت كباحث بيبتدي ياخد اتجاه محدد، اتجاه معين، وتبتدي حتى على مستوى القراءات بتاعتك تلاقي بعد ما قرأت بقى هنا وهنا وهنا وهنا، لا انت بتميل اكتر للدراسة دي لانك حسيت ان المنهج البحث بتاعها ده يعني هو ده اللي انت اخترته، هو ده اللي اطمأنيت اليه، واللي بترى ان هو يمكن ان انت تسير فيه حتى تصل الى اهداف البحث اللي انت حطيتها. ما ننساش انا بصل في النهاية الى اجابة للتساؤلات اللي بتسألني وبتطلع لي الاهداف اللي انا كنت عايز اوصل لها من هذا البحث. وطبعا زي ما احنا قلنا ان هو ما نقدرش ابدا نقول ان هو في منهج بحثي واحد فقط، وان المنهج ده هو اللي بيمثل المنهج الاوحد والافضل في تصميم البحوث. طبعا ده كلام خاطئ 100%، وده دليلنا النهاردة في المحاضرة بتاعتنا ان احنا بنعرض المناهج المختلفة. وانما طبعا بيتوقف تحديد المنهج المناسب اهو، اهم حاجة بقى اللي بتكلم عليها على ايه؟ على غرض البحث. البحث عايز ايه؟ الدراسة بتهدف الى ايه؟ طب الغرض بس؟ لا، عندي كمان طبيعة البيانات المتاحة. ها؟ البيانات متاحة عندي الى اي مدى؟ هل البيانات المتاحة متاحة في الماضي مثلا، في فترة زمنية سابقة؟ نوع البيانات هنتطرق لده بالتفصيل. طيب عندي عنصر كمان بيتدخل في هذا الموضوع، مش بس طبيعة، يعني احنا قلنا اول حاجة ايه؟ المنهج، الغرض من الدراسة. 2 البيانات المتاحة. 3 طريقة تحليل هذه البيانات. يبقى انا مش بس بتكلم على البيانات سواء كانت متاحة ولا لا، وايه المتاح منها بالظبط وايه طبيعتها، وانما كمان انا هتكلم على طريقة التحليل التي سوف يستخدمها الباحث في تحليل واثبات فروض بحثه من عدمها، صحتها من عدمها، الاجابة على تساؤلات البحث، الوصول الى اهداف البحث، كل ده اللي بيثبته تحليل البيانات. وعلى هذا النحو بقى بنطلع في النهاية بأن الباحث بيكون في كثير من الأحيان لديه العديد من البدائل
التي يمكن أن يحقق أهدافه من خلالها. فكلما زادت هذه البدائل، كلما زادت فرص الباحث، على العكس خالص من أن أنا ملاقيش قدامي أي بديل غير هذا الاختيار فقط. لو أنا البدائل عندي كانت محددة وبسيطة وسهلة وأنا مجبر أن أنا أمشي في اتجاه محدد، فده في النهاية ما بدينيش فرصة الاختيار، فرصة الإبداع، فرصة بذل مزيد من الجهد في اتجاه أنا حبه وأنا عايز أشتغل فيه بالأسلوب ده. وما ننساش أن أساساً الاختلاف في المنهج قد يكون هو الجوهر إن ما بين باحث وباحث آخر. فأنا هاخد المنهج التجريبي وحضرتك هتاخده من المنهج الوصفي، هو نفس البحث، فده هيفرق ما بيني وما بين أي باحث آخر. فهنا برضو نعيد تاني الكلام، مفيش منهج بحثي واحد هو ده اللي بنقول هو ده الأوحد، وإنما دائما وأبدا هناك مجموعة من المناهج العلمية التي تتيح للباحث عملية الاختيار ما بينها وفق موضوع الدراسة ونوع الداتا المتاح وطريقة التحليل اللي هيستخدمها الباحث. وعلشان تتضح معانا بقى الصورة بشكل أفضل، هنلاقي إن هناك تعريفات عديدة لمصطلح منهج البحث. يعني هو تعريف واحد ولا عدة تعريفات؟ لا، هم عدة تعريفات وليس مصطلح واحد. زي ما احنا قلنا من شوية، أنا دائما وأبدا عندي اختيارات، الباحث لديه أكثر من منهج حتى يختار ما بينهم، كذلك التعريفات هنا هنلاقيها مختلفة. فهناك من عرف منهج البحث العلمي على سبيل المثال يعني على أنه الطريقة التي تتبع للكشف عن الحقائق، The method that is followed to reveal the facts using a set of general rules، بستخدم فيها مجموعة من القواعد العامة اللي هي قواعد البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي، المنهجية بتاعت البحث العلمي research methodology اللي احنا مهتمين بشكل أساسي في محاضراتنا بشرحها. احنا في المحاضرات المباشرة بنهتم بتنفيذها، المحاضرات المسجلة بنهتم بشرحها، نشرح الحاجة ونيجي ننفذها مع بعض. طيب، يبقى هي تعريف لهذا المصطلح، القواعد العامة التي تتبع للكشف عن الحقائق باستخدام مجموعة من القواعد العامة التي ترتبط بتجميع البيانات وتحليل البيانات حتى الوصول إلى نتائج ملموسة. يبقى أنا عندي هنا في البحث العلمي في data collection، فلازم data collection process تكون مظبوطة، ودي هناخدها كاملة مكملة إن شاء الله في المحاضرة القادمة. تحليل البيانات والداتا اناليسيس ان شاء الله برضه هناخدها في المحاضره بعد القادمه. يبقى انا عندي هنا البحث العلمي ماشي بترتيب وبتسلسل زي ما احنا شايفين كده. بعيد بقى الكلام تاني، ما ينفعش انظر في محاضره واحده بس واقول انا كده هفهم البحث العلمي، لازم اخد كل الاجزاء from A to Z. طيب، هنلاقي برضه هناك تعريف اخر لمنهج الدراسه زي ما موجود عند حضراتكم كده، على انه مثلا التقصي المنظم organized investigation by following scientific methods، برضه اهو برجع استخدم الاسلوب العلمي والطرق العلمية ومناهج البحث العلمي التي تحدد الحقائق العلمية. الهدف بقى، انا دي بيهمني، ده بيهمني الهدف بتاعي ايه من هذا البحث او من هذه الحقائق العلمية؟ التأكد من صحة او تعديل هذه المناهج وهذه الحقائق، او يمكن اضافة حقائق جديدة اليها. يعني انا لما باجي اعمل بحث علمي لازم اتأكد، بعمله بيكون عندي هدف من الثلاثة دول، يا اما بتأكد من صحة حاجة موجودة اصلا، حقيقة احنا عارفينها، حقيقة واضحة انا عارفها فبتأكد من صحتها، او بثبت ان في حاجه مش مظبوطه غير منضبطه فيها فبقوم بتعديلها. ازاي انا كده اعدلها؟ لا، لازم اعمل بحث يثبت وجهه نظري وبالتالي اقوم بتعديلها. او قد تكون صحيحه لكنها غير مكتمله، وبالتالي بيكون دوري هنا ان انا اضيف جديد عليها. كل ده بيتم من خلال البحث العلمي. ولذلك البحث العلمي يا جماعه بنقول عليه ان هو
دليل دامغ على تقدم الأمم، لأنك أنت دائما بتعدل، بتثبت الحقائق اللي أنت عايش فيها أو بتعدلها للشكل الأحسن أو بتضيف إليها الجديد، وبالتالي ده بيكون مؤشر كبير جدا لتقدم الأمم. ده مش كده وبس، ده احنا كمان هنلاقي هناك برضو من العلماء والباحثين من عرف هذا، من عرف منهج البحث العلمي على انه الطريق الذي يؤدي في النهاية الى اكتشاف الحقيقة. وعلى حسب التعريف اللي موجود قدامنا هنا، الحقيقة في كل العلوم، الطريق اللي يخلينا نوصل للحقيقة في العلوم هو البحث العلمي. إزاي؟ بواسطة مجموعة من القواعد التي تسيطر وتهيمن وتحدد سير العقل وتحديد عملياته حتى نصل إلى النتيجة المنشودة. وده معناه إن البحث العلمي عندي هنا بيكون موجه بشكل كبير جدا، لأن أنا من خلال عمليات عقلية مرتبة أسير في اتجاه يوصلني إلى النتيجة المنشودة. قد تكون طبعا هي مش قطع، هي النتيجة المنشودة دي إيه؟ هي أهداف البحث بتاعك. طب تم بحث ليه؟ عندي مجموعة من الأهداف عايز أحققها، وبالتالي بتكون هذه الأهداف هي النتيجة المنشودة. طيب، من كل التعريفات اللي فاتت دي بقى، نقدر وإحنا مطمنين نكونكلود او نوصل لقرار نهائي او الى صوره موحده. هل ده قرار نهائي؟ معناها ايه؟ يعني صوره نهائيه، لكن ممكن يجي باحث اخر ويعدل فيها. اه طبعا يعدل فيها. طب يجي باحث اخر ويضيف اليها، هو ده هدف البحث العلمي اصلا. فالصوره النهائيه عندي هي ايه؟ ان منهج البحث هو طريقه منظمه يتبعها الباحث في علاج مشكلة محددة يقوم بدراستها. يبقى أنا هعالج المشكلة اللي هي موضوع البحث بتاعي وهيساعدني في هذا العلاج. منهج البحث المتبع اللي أنا كباحث هختاره، عشان كده بنقول ومن المهم جدا نختاره في البداية. البحث العلمي بيستند أصلا على منهج محدد، منهج ثابت أنت بتختاره، مش أوحد. نركز هنا، مش منهج أوحد، لا، لكن منهج محدد يختاره الباحث وبيمشي فيه وفق خطوات محددة بتحددها أصول البحث العلمي وأصول المنهجية اللي بيستخدمها، وبتشكل قواعد محددة وأصول يجب التقيد بها من قبل الباحث. ففي النهاية بنقدر نقول إن ده تعريف نهائي مستخلص من كل التعريفات اللي شفناها قبل كده، اللي an organized method that researcher use to handle a specific problem he is studying، الموضوع البحث بتاعه، and a scientific research is originally based on the fixed and specific method. الطريقة اللي انت هتختارها، المنهجية اللي هتختارها لازم تكون محددة على منهج ثابت ومحدد، بتحكمه governed by steps، مجموعة من الخطوات التي يجب على الباحث أن يتبعها بكل دقة، وفي النهاية بتتبع هذه الخطوات مجموعة من قواعد البحث العلمي المنظمة له أيضا، واللي بنوصل من خلالها إلى النتيجة عن طريق تقيد الباحث بهذه الخطوات حتى نستطيع أن نكون مطمئنين أثناء إعلان النتيجة بتاعت البحث. هنا نقدر نقول ده قد يكون التعريف الأشمل إلى الآن، لأن ممكن نضيف عليه، ممكن نعدل منه في لمنهجية البحث. يجي بقى أحد باحثينا أو باحثتنا الأعزاء ويقول لي الكلام النظري الكتير اللي فات ده أنا مش فاهمه كويس، وأنا عايز أعرف إزاي أختار منهج البحث بتاعي بخطوات سهلة وبسيطة. بلاش الكلام الكتير النظري ده، مع ان انا بؤكد على حضرتك وعلى حضرتك ان فهمك للبناء النظري هو ده اللي بيخليك في الاخر تصل الى الصياغة الصحيحة لباقي متطلبات الموضوع اللي بنناقشه. فاذا كنا احنا بنعمل بناء نظري للريسيرش كويتشن، لازم تشوف البناء الاول وتفهمه كويس، وبعد كده ادي لك الخطوات العملية. طب خلينا بقى نروح للخطوات العملية على طول في منهج البحث. انا كباحث عايز اقعد النهاردة اشتغل واعمل البحث بتاعي، عشان اختار المنهجية اعمل ايه؟
اجاوب على نفسي، احط 3 اسئله واضحين اهم، اللي عايز اكتبهم اكتبهم مكتوبين قدامك اهم، خدهم نوتس عندك وجاوبهم عشان تختار. السؤال الاول، هل المشكله بتاعتي تتعلق بالماضي ام بالحاضر ام بالمستقبل؟ ليه؟ لان انا عندي مناهج مختلفه. فمثلا اذا كانت الظاهره بتتعلق بالماضي فهستخدم منهج التاريخ، واضح اهو؟ تمام، هنشرح الفرق ما بين الثلاثه مع بعض. يبقى اول سؤال تساله حضرتك لنفسك، ها انا هتكلم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ ادي السؤال الاول. السؤال الثاني، هل البحث ده سوف يتم من خلال مصادر معلومات؟ ها فاكرين لما كنا من شويه بنتكلم على ان انا اللي بيحدد لي المنهج هو البيانات والمعلومات بتاعتي اللي انا هجيبها وعلى تحليلها، صح؟ مش كنا بنقول كده؟ يبقى انا لازم اسال نفسي اول، هل انا هجيب مصادر معلومات مكتوبه، حاجات منشوره في مثلا في المجلات العلميه وموجوده في المكتبات، ولا هيكون المصادر بتاعت معلوماتي من خلال ان انا بعمل معايشه فعليه للحدث، الباحث نفسه بيقوم بتسجيل المتغيرات، ايه اللي بيحصل بالملاحظه، ام مثلا هيكون ذلك من خلال الاستقصاء، هعمل استبيان سواء كان هذا الاستبيان مباشر او غير مباشر. يبقى اهو اللي كنا احنا بنتكلم عليه، ان انا عشان اختار المنهج العلمي لازم اعرف البيانات هجيبها ازاي، نوع البيانات المتاحه وتحليلها كمان، مش بس نوع البيانات، الاداه اللي هحلل بيها. طيب السؤال الثالث اللي ممكن اساله لنفسي عشان احدد الموضوع هو، هل الهدف من البحث هو الوصف؟ انا عايز اوصف، اجي عند الوصف واقف، ولا هروح ابعد من كده علشان انا عايز افسر علاقه مثلا؟ عندي تساؤلات محدده يجب تفسيرها، تفسير وكشف العلاقه السببيه ما بين المتغيرات. فدي هتبقى نوع من انواع الدراسه. لو انا عايز اوصف بس هروح لبحث الوصف، وصفت حاجه قلت فيها ايه، هنشرح المناهج دلوقتي بالتفصيل، لكن علشان انا ابتدي واختار انا هاخد مين فيهم بصرف النظر عن المنهج، اسال نفسك الثلاثه دول الاول، مشكلتي في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر، البيانات المتاحه عن هذه المشكله موجوده في المكتبات و المجلات العلميه والى ما شابه، ولا انا لازم انزل اعمل داتا كولكشن بنفسي ولازم اعمل او لازم اعمل استبيانات. رقم ثلاثة، هل غرضي من البحث مجرد وصف الظاهرة، مجرد وصف المشكلة، ولا أنا عايز أعرف غير الوصف كمان، عايز أعرف إيه الأسباب الحقيقية بتاعتها، طب أنا عايز أعرف إيه طرق حلها، يعني عشان تعرف طرق حلها لازم توصل للأسباب والعلاقات اللي ما بين المتغيرات بتاعتها. جاوبت الثلاث اسئله دول بيعتبروا الخطوه الاولى في تحديد المنهج العلمي. تعالوا بعد كده بقى نروح نشوف انواع المناهج العلميه، واللي بناء على اجابتك على هذه الاسئله تقدر تختار واحد منهم. طيب عشان اقدر اساعدك بشكل عملي اكتر، لازم اخليك تقسم مناهج البحث العلمي، وهنا بنقول ايه، تعددت وجهات نظر الباحثين والعلماء في تصنيف مناهج البحث. ايه ده؟ يعني انا اقدر انظر الى منهج البحث بالاكثر من طريقه؟ نعم. فنقول هنا ان مفيش طريقه واحده، لا توجد طريقه واحده ممكن نعتمد عليها ونقول ان هي دي الطريقه الواحده، وعلشان نتفادى الخلط ما بين كل المناهج اللي جايه اللي هنشرحها بالتفصيل دلوقتي دي، يمكن الاعتماد على معايير محدده. انا هديك معيارين سهلين بسيطين، هما معيارين اتنين نقدر نقسم من خلالهم كل المناهج اللي جايه. فلو نظرنا للمنهج بتاع البحث من حيث العمليات العقليه اللي هيقوم بيها الباحث واللي هيوجهها مجهوده في البحث من خلالها، عمليات عقليه وهيمشي على اساسها، فهنا اقدر اقول ان انا عندي منهجين علميين. المنهج الأول الواضح الأول هو المنهج الاستقرائي، والمنهج الثاني هو المنهج الاستنباطي. يبقى أنا أقول لو هشتغل بشكل عقلاني يبقى عندي استنباطي أو استقرائي. طيب لو نظرنا للبحث العلمي على حسب نوع البيانات، الوسائل
اللي تم جمع بيها البيانات، طريقة تحليل البيانات. دايما البيانات لما بتكلم عليها بقول نوعها، طريقة جمع البيانات، وطريقة تحليلها، الثلاثة دول مع بعض على طول. هنا نقدر نقول إن إذا نظرت للبيانات هيبقى عندي ثلاث مناهج، يا منهج تاريخي، يا منهج تجريبي، يا منهج وصفي. مع ملاحظة مهمة جدا، إن الدراسة الواحدة ممكن يكون ليها أكثر من منهج بحثي، وطريقة ودراسة واحدة تقدر تجمع لها بيانات بأكثر من طريقة، فأقدر أجمع البيانات بالملاحظة وبالانترفيو، وأقدر أعمل سيرفي وإلى ما شابه. كذلك نقدر نحلل المعلومات والبيانات بتاعتنا بأكتر من طريقة، وهنتعرف عليها في الفصل الخاص بهذه بجمع البيانات وتحليلها. فأقدر أقول لحضرتك إن أول تصنيف بعد ما تسأل لحضرتك لنفسك ثلاث أسئلة كباحث، ها كباحث، احنا قلت لك على ثلاث أسئلة مهمين، المشكلة تتعلق بالماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، المشكلة هتجمع لها بيانات منين، من المكتبة حاجة منشورة، ولا هتعمل استبيان، ولا هتروح تلاحظها بنفسك. السؤال الثالث، هل انت عايز تصف فقط ولا عايز تعرف العلاقات والمسببات؟ ادي الثلاث اسئلة. بعد كده اخدك على طول للنقطة اللي بعدها واقول لك ها احنا هنشتغل عمليات عقلية، هناخد يا اما الاستقرائي او الاستنباطي، وهنشرح دلوقتي حالا المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، فنعرف يعني ايه العمليات العقلية. طيب لو انا هتكلم على الداتا فهتكلم على التاريخي والتجريبي والوصفي، وملاحظة ان انا اقدر استخدم اكتر من اسلوب واكتر من منهج في البحث الواحد، واكتر من طريقة واداة لجمع البيانات، وفضلا عن اكتر من طريقة لتحليل البيانات. خلينا نشوف ازاي. وعلشان نكون عمليين تعالوا على طول نشوف نوع من انواع العمليات العقلية. احنا قلنا لما بجي اصنف البحث على العمليات العقلية، البحث بتاعنا بيعتمد على عمليات عقلية، يبقى هنا هروح على طول لاستقرائي او استنباطي. طيب نروح لاول هذه الانواع، النوع او المنهج الاستقرائي. ايه الملاحظات؟ لازم يكون عندي في هذا المنهج بيقوم الباحث بدراسة الظواهر الجزئية ويصل منها بقى إلى أحكام كلية. هنا أنا عايز يكون في observation، لازم يكون في ملاحظة، وبيستخدم هذا الأسلوب qualitative analysis، بختار طريقة مش quantitative، هنعرف الاثنين دول qualitative و quantitative والفرق ما بينهم وما بين بعض. إنما لما اجي اتكلم على المنهج الاستقرائي لازم اقول ان بيقوم الباحث في المنهج الاستقرائي في البحث عن في الظواهر الجزئيه، واوصل من الظواهر الجزئيه دي الى احكام كليه. يعني ببتدي من الصغير، اخد حاجه صغيره اقعد ادرسها، اقعد اعمل عليها داتا كولكشن والى ما شابه، وفي النهايه خالص اصل الى حكم كلي. ونقدر نعرف المنهج الاستقرائي على ان هو عملية ملاحظة للظواهر وتجميع بيانات عنها، نوصل فيها في النهاية للتوصل الى مبادئ عامة وعلاقات كلية. هنا طبعا ده بيتوقف على مدى دقة الباحث في الملاحظة وتجميع البيانات عن هذه الظواهر. طيب في المنهج الاستقرائي بنقدر نقول ان الباحث بينتقل من الجزء الى الكل، فاقعد ادرس الجزء، الحاجات الصغيرة البسيطة، اقدر من خلال ملاحظتي للجزء وجزء 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 انتقل الى الكل. ودلوقتي حالا هنشوف مثال هيوضح لنا، برضو اقدر اقول انها بنتقل من الخاص الى عام، لان الباحث عندنا هنا بيبدأ بالتعرف على الجزئيات ويبدأ يعمم النتائج على الكل، ومن ثم يستخدم المنهج الاستقرائي، يستخدم المنهج الاستقرائي لتكوين النظريات والقوانين التي تحكم الظواهر المختلفة. يبقى المنهج الذي يستخدم في تكوين النظريات والقوانين هو الاستقرائي، لأن بدرس فيه من الخاص إلى العام، من الجزء إلى الكل، ولأن المنهج ده بيعتمد بشكل رئيسي على الملاحظة والتجربة اللي من خلالها أقدر أصل إلى أحكام عامة، ومن ثم بيعتمد بشكل كبير قوي على التحليل الكيفي زي ما احنا قلنا الكواليتاتيف أناليسز، يفرق شوية عن الكوانتيتاتيف وهنعرفهم بالتفصيل زي ما قلنا. في كمان ملاحظة عايزين نقولها، إن المنهج الاستقرائي بيحتاج من إن الباحث ده يكون عنده خبرة،
يكون عنده التولز والادوات اللي تساعده على ان هو يقدر يلاحظ بشكل منضبط، وكمان يستنتج من هذه الملاحظه بشكل كف وبشكل فعال، ويربط ما بين الحاجات البسيطه او الاجزاء الصغيره عشان يقدر في النهايه يكون قاعده عامه تحكم كل هذه الظواهر. فعلى سبيل المثال انا عندنا مثال اهو: observing the relationship between changes in price of commodities and the extent to which individuals are willing to buy the commodities. او بمعنى عند علماء الاقتصاد عايزين هم يعملوا ايه؟ ابتدوا يلاحظوا العلاقه ما بين التغيرات في اسعار السلع، يعني بتطلع ولا تنزل، ومدى اقبال الافراد او العملاء على شراء هذه السلع. ابتدينا نلاحظ كل ما السعر يعلى كل ما عدد الوحدات المباعه تقل، كل ما السعر يقل كل ما عدد الوحدات المباعه تزيد. الله، طب انا باحث اهو، هو ايه العلاقه اللي هنا بقى؟ عايز استقرئ من هذا المثال او من هذه الملاحظه شيء ما. هذه الملاحظه قادت الاقتصاديين وباحثين الاقتصاد الى ان في علاقه عكسيه ما بين الكميات المطلوبه للسلعه والثمن. كلما زاد الثمن كلما قل عدد الوحدات المباعه، وده طبعا بنقول عليه قانون الطلب للناس المطلع عليه. طب لو خدنا مثال تاني، بعض الباحثين في سوق المال لاحظ ان في فترات الحروب، لما بيكون في حروب واضطرابات سياسيه سعر الذهب بيغلى في البورصه وبيكون في ارتفاع، ولذلك ابتدى من كتر الملاحظه يتبع يقول ان في علاقه ما بين الاضطرابات السياسيه وبين اسعار الذهب، ودي اصبحت قاعده عامه، وان هناك علاقه عكسيه ما بين الذهب والاستقرار السياسي في هذه البيئه. اما اذا انتقلنا الى المنهج الاستنباطي فهنلاقيه على العكس من المنهج الاستقرائي. ففي المنهج الاستنباطي الباحث بينتقل من الكل الى الجزء وليس من الجزء الى الكل زي الاستقرائي، من العام الى الخاص وليس من الخاص الى العام. نركز بقى علشان اللخبطه اللي هنا، الموضوع سهل. منهج بيبتدي من الصغير للكبير وده الاستقرائي، واحد تاني من الكبير للصغير وده الاستنباطي. هنا بيبدا الباحث في الاستناد على مسلمات او على نظريات يقدر من خلالها يستنبط ويطبق ما هو مطبق على العام على جزء صغير من هذا الموضوع. طيب، وهذا بيعني ان احنا بنمر في هذه في هذا المنهج، المنهج الاستنباطي كمان مره، بثلاثة اجزاء او بثلاث خطوات. الخطوة الاولى بنقول عليها المقدمة المنطقية الكبرى. فأقول لك إيه؟ نقول إيه؟ كل المنشآت التي تطبق الفكر الإداري الاستراتيجي تتمتع بقدرة تنافسية عالية. ليه بنقول عليه على دي مقدمة كبرى؟ لأن دي في العام أهو، أنا لم أخصص أي شيء، أنا أقول كل المؤسسات والمنظمات والمنشآت اللي بتطبق إدارة استراتيجية أو فكر إداري استراتيجي كلها لديها مقومات تنافسية عالية. أهو ده مقدمة كبرى، ده كل حاجة. طيب، الخطوة الثانية هي بنقول عليها مقدمة منطقية صغرى. إزاي؟ فأقول لك وشركة كذا إكس، شركة واي، شركة وليد، شركة البسام، أي مكان، وشركة كذا تقوم بتطبيق الفكر الإداري الاستراتيجي. يبقى بما أن كل المؤسسات التي تقوم بتقديم الفكر الإداري الاستراتيجي لديها أو تتمتع بقدرة تنافسية عالية، وبما أن شركة إكس واي زد، الشركة اللي حضرتك تقولها وتختارها، تستخدم أو تطبق الفكر الإداري الاستراتيجي، دي اسمها المقدمة المنطقية صغرى، فيمكن القول بأن شركة XYZ
هي من الشركات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، وهنا أكون أنا وصلت للمرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة في المنهج الاستنباطي، وهي عملية إن أنا أوصل لنتيجة. وصلت لنتيجة، هذه النتيجة أنا جبتها منين؟ أنا جبتها نتيجة إن عندي مقدمة منطقية كبرى ومقدمة منطقية صغرى، إذن النتيجة اللي أنا وصلت لها بتكون واضحة زي ما شفنا كده مع حضراتكم. طيب، نقدر نقول الاستنباط أو القياس بيبدأ بالقوانين اللي بيستنبط منها الحقائق، ومن ثم فإن الاستنباط هو عملية منطقية، تفكير منطقي. بما أن اتنين، بما أن الأولى مقدمة منطقية كبرى، وبما أن مقدمة منطقية صغرى، إذن بستخلص النتيجة. بيتم من خلالها الوصول إلى استنتاجات معينة عن الظاهرة. في المثال اللي اتكلمنا عليه ده، الظاهرة بتاعتي إن كل المؤسسات اللي بتطبق الفكر الإداري الاستراتيجي بيكون لديها قدرة على تنافسية عالية في الأسواق، ويمكن أن نستدل من خلال المنهج الاستنباطي على هذه العلاقات أو على هذا النتيجة النهائية. لكن نلاحظ حاجة، هذا المنهج لا يقود إلى نظريات، أنا باخد من الكبير يعني من النظرية وأطبق على الخاص، يعني أصلا أنا عندي النظرية موجودة باخد منها أطبق على الخاص، على العكس من مين بقى؟ من منهج الاستقراء اللي بياخد من الصغير ويطلع على العام، من الخاص على العام. وبصفة عامة فإن كل من المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، الاتنين بقى مع بعض، هما الاتنين مكملين لبعض. فالمنهج الاستقرائي بيقوم على ملاحظة الظواهر المختلفة لوضع قواعد أو نظريات، يبقى الاستقرائي بلاحظ وطلع قواعد ونظريات. بينما الاستنباطي زي ما احنا شايفين بيقوم بإسقاط هذه النظريات وتطبيقها على بعض الحالات الفردية، علشان في النهاية اختبر وتبقى مقياس لمدى صحة النظرية. وبناء عليه يمكن القول بأن كلا المنهجين الاستنباطي والاستقرائي لازمان لإنجاز البحوث العلمية في مجال الإدارة، التي هنا لو نظرنا إلى البحوث من الناحية العقلية intellectual framework ببتدي أشتغل من خلال هذا الإطار. ولذلك فهي بناء على هذه استخدام هذين المنهجين بتتسم الإثراء الفكري، intellectual حاجة عقلية، إثراء فكري، وتسهم في تطوير النظريات. قلنا مين اللي بيسهم في تطوير النظريات؟ المنهج الاستقرائي من الصغير إلى الكبير، وتسهم في تطوير النظريات العلمية في علوم الإدارة وتحسين الممارسات والممارسات التطبيقية في المؤسسات المختلفة. لكن لو ما اتكلم على المنهج الاستنباطي، يعني إذا كان الاستقرائي هو اللي بيساعدني في تطوير النظريات، هنا بقى تكوين صياغة الإطار الفكري للبحث وبناء النظرية بنقدر نستخدم فيها الاختبارات المنطقية والتطبيقية لهذه الأطر الفكرية اللي هي النظريات، إطار فكري نظرية موجودة عندي في مجال معين بقدر استخدمها في مجال معين من خلال استخدام المنهج الاستنباطي. فكأن الاتنين مكملين لبعض، واحد بيجي من الخاص إلى العام فيديني النظرية الكبيرة ويطورها ويأكدها، ويجي التاني ياخد من النظرية الكبيرة اللي هو الاستنباطي ويبتدي يطبق على حالات صغيرة علشان يثبت أن هذه النظرية صحيحة وأن الاستخدام النهائي ليها في محله. أما إذا نظرنا إلى أنواع البيانات والوسائل التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات وتحليلها، فهنا بنقدر نميز ما بين ثلاثة مناهج أخرى: المنهج التاريخي والمنهج التجريبي والمنهج الوصفي. نبتديها بالمنهج التاريخي، والمنهج بيعتمد المنهج التاريخي على دراسة الظواهر والأحداث الماضية أو دراسة الظواهر الحاضرة
ظاهرة حاضرة، مشكلة موجودة الآن، بالرجوع إلى نشأتها وتطورها في الماضي. عشان كده كان واحد من الأسئلة اللي قلنا في الأول خالص تسأل نفسك عليها هي كان إيه؟ هل البحث بتاعك ده هيتكلم عن الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل؟ فإذا كانت عندك حاجة، حدث ما حصل في التاريخ، أي مكان، الأزمة الاقتصادية في فترة سابقة اللي حصلت في بداية الألفينات، هنا عايز أدرسها وأشوفها هي كانت عاملة إزاي، هرجع أجيب بيانات من الماضي، صح؟ طيب لو أنا حابب أشوف حدث حصل في الماضي ومدى تأثيره عليا دلوقتي، أقرب حاجة حصلت لنا في الماضي القريب أوي 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 كورونا، والفيروس إلى الآن لسه بيؤثر علينا أهو، أشوف اتطور معانا إزاي. طيب يبقى أنا ممكن المنهج ده بستخدمه عشان دراسة ظاهرة وأحداث حدثت في الماضي، أو دراسة ظواهر الحاضر، حاجة بتأثر عليا في الحاضر بالرجوع إلى نشأتها وتطويرها في على مر الوقت اللي عدى. طبعا الهدف من دراسة الماضي هو إن أنا أفهم بدراسة الماضي تقدر تفهم الحاضر وتتنبأ بالمستقبل عن طريق إن أنت ترجع إلى أصل الظاهرة، المصدر بتاعها، السورس الأساسي بتاعها، وتبتدي تسجل تطويرها وتحلل وتفسر هذا التطوير، وبالتالي يمكنك التنبؤ بعد كده بالمستقبل بتاع هذه الظاهرة. وعشان كده نقدر نقول إن المنهج التاريخي في بعض الباحثين يعني عرفوه على إن هو الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية كأساس لفهم المشكلات المعاصرة والتنبؤ بالمستقبل. وهنا يعني التعريفات بتدي صورة صحيح، لكن لما نيجي نروح للجانب العملي بتبقى أكثر قيمة في الحقيقة. عايزين كمان نقول إن البحوث بتعتمد على تتبع المنهج التاريخي ده في عملية جمع البيانات التاريخية ونقدها وتحليلها في كثير من البحوث الاقتصادية. البحوث الاقتصادية عشان أنظر في الاقتصاد إيه اللي حصل قبل كده وإيه الظواهر اللي تعرض ليها الاقتصاد والسوق وإزاي أثرت عليه. فمثلا على سبيل المثال دراسة مشكلة زي البطالة، ها أنا أقدر أدرس البطالة النهاردة بس ولا لازم أعرف تاريخها وأصلها، بدأت إمتى وإزاي اتطورت وإزاي إن معدل البطالة كان مثلا 5% بقى 15، أكيد في أسباب التطور ده جاي منين. فببدأ أجمع بيانات تاريخية عن الظاهرة وأبدأ أحلل هذه البيانات وعشان أطلع منها بالعوامل المسببة اللي أدت إلى الوضع الراهن وإزاي أقدر أحط ليها حلول. طيب ناخد مثال تاني، نقول مثلا إيه؟ دراسة تطوير العادات الاستهلاكية للمجتمع السعودي خلال الفترة من سنة 2000 إلى 2020. ها نقدر نتكلم مع بعض ونقول ده إيه؟ أنا هدرس فترة زمنية محددة أهو، هذه الفترة في الماضي من سنة 2000 لسنة 2020، عايز أعرف إيه اللي حصل في العادات الاستهلاكية. يبقى أنا مطالب بإن أنا أعمل داتا كوليكشن دلوقتي، بتعبر عن دلوقتي ولا عن الفترة اللي أنا بدرسها؟ لا، عن الفترة اللي أنا بدرسها. يبقى كده نقدر نقول إن بيستخدم المنهج التاريخي عندما يكون الهدف من البحث إن إحنا نتعرف على الظاهرة، متى بدأت مثلا، إزاي تطورت، إيه المراحل اللي مرت بيها هذه الظاهرة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومش بالضرورة أبدا أن يكون البحث تاريخي بشكل صرف، يعني مجرد بحث تاريخي، إنما يمكن أن يكون كذلك أو يكون لديه جوانب متعددة، منها الجانب التاريخي اللي من خلاله لازم استخدم بيانات ليها علاقة بالماضي وبالتاريخ. وبناء بقى على كل ما تقدم وكل اللي قلناه، نقدر هنا نستشف بمنتهى الوضوح أهمية المنهج التاريخي. ليه أهمية عظيمة في الكشف عن المشكلات، revealing the problem faced by business organization in the past، يعني اكشف المشكلات اللي واجهت منظمات الاعمال في الماضي، فضلا عن ان انا revealing the true origin of the scientific theories. هنا بقدر اطلع
بالمشكلات الكشف عن الأصول الحقيقية للنظريات والمبادئ العلمية اللي بتتحكم في الظواهر الإدارية. كمان أقدر أقول تحديد العلاقة بين الظواهر والمشكلات الإدارية، ظاهرة ما وفي مشكلة إدارية وبين البيئة الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية اللي أدت في النهاية إلى نشأة هذه المشكلة أو الظاهرة. من الجدير بالذكر إن أنا في الهيستوريكال ميثود، الطريقة أو المنهج التاريخي، عندي طريقتين أقدر أعمل بيهم داتا كولكشن. وإحنا كمان مرة أؤكد إن إحنا هنتكلم على الداتا كولكشن في المحاضرة الكاملة بالتفصيل. برايمري سورس أو مصادر أولية، ودي قد تكون من خلال شهود العيان، قد تكون آثار متبقية من شيء ما، قد تكون مخططات كانت موجودة أقدر أرجع لها. المصدر الآخر هنا secondary sources أو مصادر ثانوية للحصول على البيانات، ودي بتكون من خلال كتب، بيانات سابقة، صحف، دوريات، وإلى ما شابه من مصادر ثانوية، ودي طبعا هنشرحها بالتفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله. طبعا من الجدير بالذكر في الهيستوريكال ميثود بالذات او المنهج التاريخي بالذات ان احنا نتكلم فيه على نقاط سلبيه او نقاط ضعف في هذا المنهج، لان عندي في بعض الاوقات بيكون في تغيير غير مقصود، غير مقصود، تغيير في المعلومات لما بنيجي ننقلها من فترة لفترة لفترة لفترة، من شخص لشخص لشخص لشخص، خصوصا لو كان أنا بتكلم في معلومات في الزمن القديم. كل ما أرجع لورا أكتر كل ما هيكون في تغيير في المعلومات نتيجة إن في أكتر من شخص بينقلها. إلا إنه بقى في نوع تاني كمان من أنواع الأخطاء أو الجوانب السلبية لهذا المنهج، اللي بتتعرض فيه البيانات إلى أخطاء وتحريفات، وهنا بقى مقصودة، دي بتكون بتأثير مثلا من سلطة جهة ما أو حسب وجهة نظر فئة ما هي من سجلت هذه البيانات بهذا الشكل لمصالح شخصية أو إلى ما شابه، فقد يكون هذا أيضا عائق من سلبيات المنهج التاريخي. أؤكد كمان مرة، خصوصا لو أنا بتكلم في التاريخ القديم، كمان بيكون في بعض الصعوبة وعدم الدقة وعدم المصداقية في إثبات الفروض في البحوث التاريخية، لأن طبعا بيكون كله قائم على البيانات. وبما إن احنا قلنا إن البيانات قد يشوبها بعض المشكلات أو تشوبها بعض الأخطاء والتحريفات، إذا هنا إثبات الفروض بيكون يعني محتاجة شوية الدقة بتاعتها والمصداقية بتاعتها، بنقول عليها questionable أو محل تساؤلات. نروح بقى لواحد من مناهج البحث التي تعتمد أيضا على نوع البيانات وطريقة تجميعها وطريقة تحليلها، وهو الـ Experimental Method. ودي في الحقيقة المنهج التجريبي، بيعتبر واحد من أهم المناهج المفضلة لي أنا بشكل شخصي على الأقل. بيعتمد هذا المنهج على إحداث تغييرات متعمدة في المتغيرات المستقلة وفي أي عوامل مؤثرة في الظاهرة اللي احنا بنحاول ندرسها، علشان نعرف التأثير على المتغير التابع. وهنا بقى لازم أشير على طول إلى أن هذا المنهج يتميز باختبار الفروض أو الافتراضات العلمية عن طريق التجربة، ولذلك أنا بفضله. أنا بختبر كل فروضي عن طريق التجربة، أنا بتحكم في الموضوع وأقدر أعمل تجربة، وبالتالي تطلع لي النتيجة واضحة وصريحة. في هذا المنهج بيقوم الباحث بتطويع واحد أو أكتر من المتغيرات المستقلة الموجودة في المشكلة، وأبتدي أشتغل عليها وأشوف فرضياتها بغرض ان انا يكون عندي معرفة لتأثيرها على المتغير التابع. يبقى احنا هنا على طول علشان الخص الكلمتين دول، اقدر اقول لك ان في الاكسبيرمنتال ميثود او في المنهج التجريبي بعمل تجربة، ايوه
استخدم التجربة، ودي من أهم الخطوات اللي بيعتمد عليها هذا المنهج. من خلال التجربة بقوم بإحداث تغييرات متعمدة على الظاهرة علشان أعرف المتغيرات، أتعرف المتغير المستقل أو العامل التجريبي هيكون له تأثير إزاي. الحاجة التانية، لازم يكون عندي ضبط للإجراءات بتاعت هذا البحث علشان أتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير المستقل طبعا قد أثرت على نتائج هذه الدراسة. الحاجة التالتة، بتتطلب مني ملاحظة نتائج وآثار ذلك التغيير وأي ردود فعل بالنسبة للمتغير التابع علشان أقدر أصل في النهاية إلى نتيجة واقعية وحقيقية للدراسة محل البحث. يبقى إذن بقى أقدر أقول إن من أهم مرتكزات هذا المنهج الخمس عناصر الجايين دول. رقم واحد، The Independent Variable أو العامل التجريبي أو المستقل، وده العامل اللي احنا عايزين نقيس أثره على المتغير التابع. عايز أقيس أثر هذا العامل الاندبندنت على المتغير التابع. رقم اتنين، ذا ديبندنت فاريبل او العامل التابع، وده هو العامل الذي يتاثر بالمتغير، يعني الاندبندنت بيأثر في الديبندنت، فالمتغير اللي فوق ده بيأثر في المتغير الديبندنت اللي بعده. ايضا من مرتكزات هي المتغيرات المتداخله او البسيطه او الوسيطه اللي احنا بنقول عليها المودريتور. بحط متغير وسيط وهي المتغيرات المستقله الاخرى التي يمكن ان تؤثر على المتغير التابع اثناء التجربه. هتاثر على مين؟ على المتغير التابع وليس على المتغير التجريبي. رقم أربعة، الكنترولينج جروب، ودي تعرف على انها نقدر نعرفها على انها المجموعات المكونة لظاهرة محل البحث بتاعنا، والاستادي جروب المجموعة اللي انا هبتدي اشتغل عليها، وبناء عليه لازم يا جماعة هنا يكون عندي بصفة عامة في تمييز ما بين ثلاث انواع من المتغيرات: المتغير المستقل او الاندبندنت فاريبل، والمتغير التابع وهو الديبندنت variable، والوسيط او المودريتور. وفي الغالب بيكون هناك متغير تابع واحد وعده متغيرات مستقله، ولازم نقول هنا ان المتغير المستقل ده هو الذي يؤثر ولا يتاثر. المستقل هو الذي يؤثر ولا يتاثر، بينما المتغير التابع هو الذي يتم التاثير عليه من قبل المتغيرات المستقله، ممكن متغير واحد وعده متغيرات، او المتغير الوسيط برضو قد يكون لي دور في التأثير على هذا العنصر. ومن الحاجات اللي لازم نعرفها، خلينا ناخد مثال. لو قلت لحضرتك متغيرات هذه الدراسة اللي هنعملها، عايزين المتغير المستقل هو الرضا الوظيفي، والمتغير التابع هو الأداء الوظيفي، والمتغير الوسيط هو الالتزام الوظيفي. طيب لو انا حطيت التلاتة دول مع بعض وجيت احط بقى مثال يجمع التلاتة، المتغير التابع والمستقل والمودريتور، فبقول دراسة اثر الالتزام التنظيمي في العلاقة بين الرضاء الوظيفي والاداء الوظيفي. تاني، دراسة اثر الالتزام التنظيمي في العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء الوظيفي. في هذا المثال بيكون المتغير المستقل هو الرضا الوظيفي، ده المستقل. المتغير التابع هو الأداء الوظيفي، أما المتغير الوسيط هو الالتزام التنظيمي. تعالوا ناخد مثال على كيفية تطبيق النموذج التجريبي على مجموعة واحدة فقط، وبعدها هناخد مثال على كيفية تقديم هذا المنهج التجريبي على تطبيقه على مجموعتين. فإذا كنت أنا هطبق المنهج التجريبي على مجموعة واحدة، في الطريقة دي عايز أجرب أنا كباحث تأثير عامل تجريبي واحد على أداء المجموعة اللي أنا اخترتها. فبعمل اختبارين بنقول اسمه اختبار قبلي واختبار بعدي. الاختبار القبلي ابتدي اشوف النتائج بتاعته ايه،
وبعدين اجيب الاختبار البعدي والنتائج بتاعته واقارن الاتنين ببعض فيظهر تأثير التجربة بتاعتي. مثال، خلونا ناخد مثال. اذا حبيت اعمل اختبار لأثر الحوافز المادية على إنتاجية العاملين في شركة ما، في أي شركة، عايز أشوف الحوافز المادية دي بتأثر في إنتاجية العاملين ولا لأ. قد يجي في مخ حضرتك أو حضرتك كباحث أو باحثة على طول كده بشكل شخصي إنه ينفع، طبعا لو اديت لهم فلوس الإنتاجية هتزيد. إحنا في البحث العلمي ما عندناش كده، إحنا عندنا نثبت هذا الكلام من خلال التجربة. فممكن أعمل هذا الموضوع من خلال مجموعة واحدة، اعمل لها تيست الاول، فاقول مثلا الخطوات انا كاتبها قدام حضراتكم، اعمل سيلكشن لمجموعه من العاملين، 10 عاملين على سبيل المثال، اخترت 10 خلاص، ابتدي اقيس الانتاجيه بتاعتهم الان هم ال10، فلقيت ان هم ال10 مثلا على سبيل المثال بينتجوا 1000 كرتونه، 1000 وحده، تمام. بعد كده ادخل بقى العنصر اللي أنا عايز أختبره، المتغير التجريبي. المتغير التجريبي أو المستقل، هما الاتنين واحد. أنا عايز أدخله وأبتدي أقيس تأثيره إيه؟ هل بعد ما العمال اللي هو عندي في الحالة دي زيادة المرتب بنسبة 10%، أديلهم إنسنتيف 10%، بعد ما دخلت هذا المتغير أرجع لنفس المجموعة تاني وأقيس الإنتاجية بتاعته. لما رجعت اقيس المجموعه لقيت الانتاجيه بتاعتهم زادت من 1000 الى 1300. ده معناه ان زياده الانسنتيف او المكافاه الماديه ادت الى زياده انتاجيه المجموعه من 1000 الى 1300 وحده في اليوم. وده الخطوه رقم 5 اللي بنقول عليها الاناليسيس بتاعي. يبقى كده اصبح من الواضح عن طريق التجربه لما جربت قبل وبعد اتضح ان في فرق، وده بيثبت فروض البحث وفروض النظرية او على حسب ما كان الباحث بيعمل. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على ان انا عايز اقيس اثر الانسنتيف، الحوافز المادية، على اداء العاملين. فانا اختيار الباحث هو انه اختار مجموعة واحدة وشرحناها ازاي. طب هل انا ممكن اعمل اقيس نفس المتغيرات لكن على مجموعتين؟ ايوه ممكن. ازاي؟ انا بختار مجموعتين متشابهتين في الخصائص وابتدي اعرض المجموعتين، مجموعه واحده فقط من المجموعتين دي، للاندبندنت فاكتور او فاريبل اللي هو في الحاله بتاعتنا ايه، الزياده الماديه. والمجموعه اللي بتتعرض ليه بيكون اسمها المجموعة التجريبية. طيب وعندي مجموعة تانية بتتجنب تعريض أفرادها إلى نفس المتغير، ودي بيبقى اسمها المجموعة الضبطة. يبقى أنا عندي هنا مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضبطة. المجموعة التجريبية هي التي تتعرض إلى الاندبندنت فاريبل اللي انا عايز اقيسه، اللي هو في الحاله بتاعت المثال بتاعنا زياده الحوافز الماديه للعاملين، عشان اشوف بعد كده بقى اقيس واشوف هل هذه الزياده ادت الى زياده في الانتاجيه ولا لا، وارجع اقارن ما بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه زي ما عملنا بالظبط في المجموعه واحده. لما كانت مجموعه واحده كنت بقيس انتاجيه العاملين قبل الانسنتيف وبعد الانسنتيف، اشوف الانتاجيه زادت ولا قلت، اقارنهم ببعض، احلل النتيجه، اعمل المقارنه، اطلع بنتيجه واضحه وصريحه. هنا انا بدل ما بعمل على نفس المجموعه اختبارين اتنين، واحد قبل وواحد بعد، هنا هيكون عندي مجموعه تجريبيه بتتعرض للمتغير ومجموعه تانيه ضابطه لا تتعرض للمتغير اللي هو في الحاله بتاعتنا الزياده الماديه، وقارن الاتنين ببعض ونشوف النتيجة هتطلع في النهاية عاملة ازاي. وللتوضيح اكتر هنستخدم نفس المثال اللي استخدمناه في المرة اللي فاتت ونجرب عليه المجموعتين، اللي هو اثر الحوافز المادية على انتاجية العاملين في الشركات. بطريقة المجموعتين هعمل ايه؟ هختار مجموعتين او خطوات واحدة واحدة بالترقيم. الخطوة الاولى هختار مجموعتين يكونوا
هوموجينيوس معناها ان المجموعتين متشابهتين في الصفات، لازم يكون المجموعتين متوازنين في الصفات عشان تبقى النتيجة بتاعتي ريالو. المرحلة الثانية هاخد المجموعة الأولى وأعرضها لهذا المتغير اللي هو الزيادة المادية، بينما في الخطوة الثالثة بأكد على حضرتك ها إن المجموعة الثانية لن تتعرض، يعني مش هزود لها الانسنتيف بتاعها، وفي الحالة دي بيبقى اسمها الكنترولينج جروب. بعد ما بعمل الخطوة دي لازم أقيس إنتاجية المجموعة الضبطة وإنتاجية المجموعة التجريبية. التجريبية هي اللي أنا بعرضها للمتغير، عشان كده اسمها تجريبية، بجرب فيها المتغير، بينما الضبطة هي المجموعة الطبيعية اللي ما فيش فيها أي لم تتعرض إلى هذا المتغير. نقارن بقى الإنتاجية، المجموعة دي أنتجت 1000 وحدة والمجموعة دي أنتجت 1300 وحدة. هنا measure and compare the productivity of the two groups of the workers، قارنت الاثنين ببعض، يطلع عند النتيجة على طول ان هذا المتغير اللي هو زيادة الحوافز المادية يؤثر بالفعل بشكل ايجابي في انتاجية العاملين، واقدر بهذه الطريقة اثبت هذه الفرضية وصحتها بالشكل الواضح جدا قدام حضراتكم. عشان كده انا كنت بقول لكم انا شخصيا بفضل هذا المنهج، لان فيه تجربة وبيكون فيه ادلة دامغة على صحة هذه الافتراضات. وطبعا من الجدير بالذكر ان احنا نقول ان انتشر استخدام المنهج في البحوث التجريبية في مجال الإدارة ومجال البيزنس في المرحلة الأخيرة بشكل متزايد جدا، وفي السنوات الأخيرة بشكل متزايد جدا، النتيجة الرائعة اللي بيقدمها هذا المنهج. فعلى سبيل المثال خلينا نقول إيه، إن مثلا ماكدونالدز قبل ما ينزل حاجة جديدة في الفروع بتاعته يجربها الأول في فرع أو في فرعين، وهنا بياخد فيها تجربة ويعرف تأثير هذا المنتج على العملاء، وإيه إذا كان عندهم أي ملاحظات قبل ما يعمموا على باقي المحلات. ولذلك بقى بما إنه انتشر، تعالوا كده ناخد أمثلة في التسويق. فعلى سبيل المثال أول حاجة عندنا أهو، إذا حبينا نفحص تأثير الرابينج على السيلز لمنتج معين، التغليف، عايز أشوف تأثير التغليف لهذا المنتج، فممكن أستخدم مجموعة واحدة وممكن أستخدم مجموعتين. ها فلو مجموعة واحدة أنا عايز بري وآفتر، قبل تقييم قبلي وبعدي، فهعرض عليك المنتج في حالته العادية وأشوف السيلز بتاعته قد إيه، وأجي على نفس المجموعة أعرض عليها المنتج مرة أخرى بعد ما أغير التغليف بتاعه وأشوف. في المرة الأولى بالتغليف القديم العادي اشترى مني 10 عملاء، طيب في التغليف الثاني لما غيرت التغليف وعرضته على نفس المجموعة، نفس المجموعة بالظبط، اشترى مني 15. إذن يبقى فيه هنا تأثير لهذا المتغير على السيلز. كذلك نقدر ناخد مثلا المثال الثاني، studying the effect of price on sales of a product، عايز أشوف تأثير السعر على بيع هذا المنتج، فعايز أعملها المرة دي بطريقة تجريبية عن طريق استخدام مجموعتين مش مجموعة واحدة. فهرجع للخطوات بتاعتنا اللي كنا بنتكلم عليها، اجيب مجموعتين هوموجينيوس يعني عندهم متوافقين، متشابهين، متطابقين، مجموعتين متجانستين، لازم يكونوا هما المجموعتين متجانستين، وابتدي اعرض المجموعة منهم ابيع لها بالسعر القديم ومجموعة تانية ببيع لها بالسعر الجديد، ونشوف المجموعة دي اشترى منها كم واحد وده كم واحد، ونعمل المقارنة بتاعتنا. برضو من ضمن الأمثلة أعرف أشوف إزاي، المثال الثالث أهو، studying the impact of advertising campaign، عايز أشوف تأثير الحملات الإعلانية والدعائية، ها مدى تأثيرها، الحملة الترويجية بتأثر على المبيعات إزاي. برضو ممكن أعملها على مجموعة واحدة وممكن أعملها على مجموعتين باستخدام نفس الطريقة. لكن خلي بالك، ممكن واحد هنا يجي يقول لي يعني حضرتك بتقول لنا إن ده منهج كويس وأنت بتفضله، هل ده معناه إن هذا المنهج مفيش فيه عيوب؟ لا طبعا، مفيش عندنا منهج مفيش أي حاجة مفيش فيها عيوب. فعلى سبيل المثال مثلا من ضمن العيوب ده البيئة الاصطناعية
في اللي بتستخدم في هذا المنهج. يعني ايه البيئة الصناعية؟ يعني انت بالطبيعي كده انك انت لما بتعرف ان انت محل تجربة، مش احنا قلنا هنجيب التجربة ونعرضها ونشوف ايه اللي هيحصل؟ انا كعامل في مؤسسة او في مصنع، لو حسيت ان انا محل تجربة، انتاجيتي هتزيد، مش هتبقى في الاساس زي ما كانت، انا هبذل مجهود اكتر على غير المعتاد، وده طبعا بيضرب المصداقية في مقتل. يعني انت لازم تلاحظ العمال دول هم بينتجوا قد ايه، الالف وحدة اللي بينتجوها دي لازم يكون ده المعدل بتاعهم العادي، مش مجرد انه حس انه تحت تجربة فزاد من معدله. برضو المنهج ده بيعتمد على العينة في اجراء التجربة، وغالبا حجم العينة بيبقى صغير، والحجم الصغير قوي من العينة ده عشان البحث يقدر يتحكم في تصرفات العينة ويقدر يراقبها كويس ويقدر يشوف أي متغيرات هتطرأ عليهم في السلوك، وبكده بيبقى في صعوبة شوية إن أنا آخد حالة تعميم، لأن لو خدت مجموعة تانية ممكن تطلع نتيجة مختلفة إلى حد ما، فهنا العينة برضو بتبقى محل تساؤلات. برضو من عيوب هذا المنهج إنه بيعتمد على استخدام أسلوب الضبط وعزل لكافة العوامل المؤثرة. طب افرض حضرتك دلوقتي جاي من البيت كعامل عندك مشكلة في البيت، مش دي هتؤثر على الأداء بتاعك؟ فالألف وحدة اللي كنت بتنتجهم مش هيبقوا 1000، هيبقوا 850 900 950. في عوامل تانية بتتعلق بالمشاعر والعواطف ومتغيرات متعددة بتخش عند العامل ده، غير واحد تاني جاي مبسوط وسعيد بتلاقي أساسا هو إنتاجيته 1000، يبقوا 1100 لوحده من غير حاجة، من غير ما دخله المتغير المادي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. يبقى اذا هذا المنهج ايضا لديه مجموعه من نقاط الضعف اللي يجب على الباحث انه ياخدها into consideration وهو بيشتغل على بحثه. اما اذا انتقلنا للمنهج الوصفي، ونرجع تاني نقول ان كان عندي intellectual framework بشتغل على الاستنباطي والاستقرائي، وارجع اقول المناهج اللي بتعتمد فيها على طريق جمع البيانات وتحليلها ومدى توافرها، فقلنا عندي ثلاث انواع، اللي منها التاريخي والاكسبيرمنتال او التجريبي والديسكريبتيف. ده العنصر او المنهج الثالث هو المنهج الوصفي، اللي بيهدف هذا المنهج الى وصف ظاهرة، بوصف الظاهرة أو حدث معين، تجميع الحقائق والبيانات وأبتدي أوصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد في الواقع. أنا كل اللي عندي من اسمه أصف، أنا بصف اللي بيحصل وعليه. فإن المنهج الوصف ده بيستخدم في دراسة الأوضاع الراهنة من حيث خصائصها وأشكالها وعلاقاتها والعامل المؤثرة فيها وإلى ما شابه. برضه لازم نقول ان المنهج الوصفي هنا بيهتم بتقرير ما ينبغي ان تكون عليه الظاهره. الظاهره دي المفروض تبقى ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هي فيها ايه؟ والمفروض تبقى ايه؟ كذلك لازم نشير هنا ان المنهج الوصفي بيستخدم الاسلوب الكيفي او الاسلوب الكمي للتعبير عن الظاهره ووصفها وتحليلها، فهنا انا حر استخدم سواء qualitative أو quantitative method علشان أقدر أوصل بالبحث بتاعي إلى النتيجة المطلوبة. بالمناسبة هذا المنهج بنقدر من خلاله نوصف الظواهر والأحداث كما هي، وأقدر بعد كده أبني على هذا الوصف أبحاث أخرى بتسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل والتعامل معها في المستقبل. هنا بقى لازم نقول ان الديسكريبتيف ميثود ده او المنهج الوصفي بيشمل مجموعه من الاساليب اللي ممكن نستخدمها، فمنها مثلا الدراسات المسحيه او السيرفي ستادي، عندي كمان دراسه الحاله الكيس ستادي، عندي كمان اسلوب الدراسات الارتباطيه او الدراسات السببيه المقارنه، دي كلها بتندرج
تحت الديسكريبتيف ميثود. ولو بدأنا أول حاجة هنبتدي نتكلم على السيرفي ستادي أو الدراسة المسحية اللي بتتم من خلال جمع البيانات والمعلومات عن ظاهرة ما من أجل، وده يبقى الهدف أهو، طالما قلت من أجل يبقى ده الهدف، من أجل التعرف على طبيعة وواقع هذه الظاهرة وإيه هي مصادر القوة وهي مظاهر الضعف فيها. وهنا لا يقتصر اعتماد منهج الدراسة المحسية على أسلوب واحد في جمع البيانات، فأنا عندي أكتر من أسلوب، فممكن نعتمد مثلا طريقة الملاحظة إن أنا بلاحظ، ممكن تكون عن طريق مصادر بيانات ثانوية، عن طريق استبيانات وإلى ما شابه. فضلا على ان احنا لازم نقول ان الدراسة المسحية بتهتم بالحصول على بيانات تفصيلية ودقيقة عن الوضع الحالي للظاهرة اللي انا بحاول ادرسها. كذلك المنهج المسحي بيركز بشكل اساسي على الوضع الحاضر والصورة الشاملة التفصيلية للمشكلة، وبيمكن المنهج المسحي من الوصول إلى تعميمات عمم الحقائق نتيجة أو بعد دراسة الظاهرة أقدر أعمم مجموعة من الحقائق. المسح قد يكون شاملا أو جزئيا، يعني أنا could be comprehensive or sample survey، يعني أنا أقدر أعمل مسح وأعمل هذا، أستخدم هذا الأسلوب مع كل مجتمع الدراسة، ده في حال كان المجتمع صغير وبسيط، أو قد يكون جزئيا عن طريق استخدام سامبل، أستخدم عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، وده طبعا في حال إن كان المجتمع كبير. فعلى سبيل المثال لو أنا قلت كان عندي الرغبة في إن أنا studying the reason for low productivity in the public sector في مكان ما، لو عندي دراسة عايز أدرس فيها أسباب انخفاض الإنتاجية في مؤسسات قطاع الأعمال في دولة ما، هنا الموضوع هيبقى كبير، أنا مش هقدر أدرس كل مؤسسات قطاع الأعمال، وبالتالي هنا أقدر أخد نسبة بسيطة أدرسها، ودي تبقى عينة ممثلة، ودي بنقول عليها sample survey، بنستخدم عينة ممثلة لمجتمع الدراسة. طيب هيجي حد ويقول لي ايه، طب ايه الفرق ما بين البحوث المسحية والبحوث الاخرى اللي احنا اتكلمنا عنها؟ فاقول لحضرتك مثلا على المستوى، لو جيت اقارن ما بين البحث المسحي والبحث التاريخي، هلاقي البحث المسحي بيركز على الواقع والحاضر، بيمسح ما هو موجود، بيتعرف عما هو قائم، بينما التاريخي بيركز على احداث قديمة وداتا قديمة، ايه اللي حصل في الماضي وبعدين يتطور معاها زي ما احنا شرحنا في المنهج التاريخي. طب ايه الفرق ما بين المسحي وما بين التجريبي؟ المنهج التجريبي بيدرس الظاهرة، البحث المسحي بيدرس الظاهرة كما هي في الواقع دون تدخل من قبل الباحث للتأثير عليها. اما التجريبي لو نفتكر كان عندي متغير تجريبي بدخله علشان اشوف مدى تأثير الانسنتف الزيادة المالية على مين؟ على أداء العاملين. يبقى هنا الباحث بيتدخل، هنا الباحث لا يتدخل. طيب البحوث المسحية كمان لو جيت أقارنها بدراسة الحالة، هلاقي إن دراسة الحالة بتكون فعلا أعمق وبيبقى فيها تحليل أعمق بكتير، لكن في النهاية أنا خدت دراسة حالة على مجموعة صغيرة، على حالة أو على فريق عدد من الحالات محدودة جدا. أما المسحي فبيوصف وبيمسح كل العينة اللي موجودة أو كل المجتمع بشكل كومبريهنسيف أو بشكل أكثر شمولا وأقل عمقا في التحليل. ودي كده بتبقى الفروق الأساسية اللي ما بين المنهج المسحي والثلاثة مناهج الأخرى. لما كنا بنتكلم على المنهج الوصفي قلنا ان عندي السيرفي ستادي والدراسة المسحية، وكمان عندي الكيس ستادي. ايه هي الكيس ستادي اللي لسه احنا كمان متكلمين عليها وكنا بنوضح الفرق ما بين الكيس ستادي والسيرفي ستادي؟ الكيس ستادي يا جماعة هي دراسة حالة واحدة قائمة، انا كلها الدراسة كلها قائمة، انا بدرس شخص، شركة، بلد،
دراسة حالة، باخد حاجة معينة وابتدي اتكلم عليها، حالة واحدة قائمة ببتدي انظر جواها بعمق واخد اجمع بيانات ومعلومات تفصيلية عن الظاهرة في هذا المكان محل الدراسة علشان اشوف الوضع الحالي والوضع السابق للظاهرة. الهدف من دراسة الحالة هو توفير معرفة علمية دقيقة ومتعمقة، حاجة عميقة وخصوصا في تحليل جزئياتها وأبعادها، وبيتم جمع البيانات في دراسة الحالة بوسائل وأدوات متعددة نقدر نستخدم أي منها، منها المقابلة الشخصية أو ممكن بالاستبيان أو حتى من خلال الوثائق المنشورة والمنشورات. ودايما تستخدم دراسة الحالة كمكمل للدراسات المسحية. يبقى أنا هنا خدت فكرة كبيرة قوي عن دراسة الحالة، ومع أن هذا الأسلوب بيؤدي إلى كشف الكثير من الحقائق والمعلومات الدقيقة نتيجة التعمق في شركة واحدة أو مكان واحد أو إلى ما شابه، إلا أن الحالة المدروسة النتائج اللي بتوصل لها في هذه الحالة لا يمكن تعميمها على باقي الحالات، لأنك أنت خدت مجموعة واحدة بس ودرستها كويس وعملت عنها الداتا كولكشن والداتا اناليسز وطلعت ريزلتس معينه، فهنا ما بقدرش اعمم على باقي القطاع او باقي الشركات على سبيل المثال. طيب لو حبينا ناخد مثال عشان نوضح يعني ايه دراسه الحاله ويعني ايه الكلام النظري اللي قلناه ده، فممكن نقول مثلا دراسه اثر الرضا الوظيفي على اداء العاملين في الشركات الخاصة. شوفوا أنا كده هتكلم على الشركات الخاصة كلها. طب مش إحنا قلنا فوق إن أنا لازم أتكلم عن شركة أو شخص أو دولة، أحدد بقى دراسة حالة على إيه؟ أهو دراسة حالة على شركة أرامكو. A case study on أرامكو. أنت إحنا هنا بنتكلم على شركة أرامكو، هخش آخد من شركة أرامكو بس وتبقى دي دراسة الحالة بتاعتي. طب ما هو ده بيقودني على طول إذا كان ده ناخد كمان مثال. مثال كمان. فلو قلت مثلا ايه اثر برامج الاصلاح الاقتصادي على مستوى الفقر في الدول النامية، هل انا كده هتكلم عن الدول النامية كلها؟ لا، فلازم اقول ايه دراسة حالة على جمهورية مصر العربية مثلا. شوفوا ازاي انا بتكلم دراسة اثر انفصال الملكية عن الادارة على مستوى الارباح في منظمات قطاع الاتصالات، دراسة حالة على شركة اس تي سي، دراسة أثر الملكية عن الإدارة على مستوى الأرباح في منظمات قطاع الاتصالات. لو أنا سبتها الاتصالات كده يبقى أي حاجة متعلقة بالاتصالات يبقى كده عندي المجال كبير. إحنا قلنا في التعريف لازم أصغر الموضوع، لازم أشتغل على شركة واحدة، فأقول دراسة حالة على شركة اس تي سي. من هذا بقى نقدر نقول إن هذا المنهج زيه زي كل المناهج هناك بعض الانتقادات التي تقدم إليه، فمنها مثلا صعوبة تعميم النتائج. هل أنا يا جماعة في المثال اللي قدامي ده لو أنا عملت دراسة حالة على شركة أرامكو أقدر أخد النتيجة اللي طلعتها بشركة أرامكو وأعممها على كل الشركات؟ لا طبعا ما أقدرش، صعب جدا شركة واحدة تبقى على كل الشركات. الحاجة التانية في برضو شوية يعني صعوبة في الحكم الشخصي، ان كان هيبقى انا عندي تدخل شخصي وفي تدخل مني في النتائج، ده بيؤثر بشكل كبير على مصداقية هذا المنهج. كذلك صعوبة التحليل الكمي والإحصائي. ليه؟ لأن أنا خدت شركة واحدة، فشركة واحدة أكيد الداتا اللي هتطلع منها أقل بكثير لو أنا خدت قطاع كامل، لو أنا خدت شركة عدة شركات أو عدة أماكن أعرف أتكلم فيها. وبالتالي زيه زي أي منهج برضه في مجموعة من الانتقادات التي توجه إلى دراسة الحالة. النوع الثالث من أنواع المنهج الوصفي حاجة اسمها الدراسات الارتباطية أو correlative studies. هنا بتستخدم الدراسات الارتباطية عشان أكتشف وأوصف العلاقات الارتباطية اللي ما بين متغيرات الدراسة، بمعنى دراسة مدى وجود علاقة أو عدم وجود علاقة.
ما بين مين؟ ما بين المتغيرات موضع الدراسة. الوظيفة الأساسية للبحث الارتباطي هنا هي فهم الظاهرة من خلال التعرف على إيه؟ على العلاقات ما بين المتغيرات، أو التنبؤ بيها بهذه الظاهرة في المستقبل من خلال إن أنا أعرف قوة الارتباط بين المتغيرات. فكان إذا كان في ارتباط قوي أكيد هيبقى فيه تأثير في المستقبل، وإذا كان الارتباط ده ضعيف أو غير موجود، لأن أنا ممكن أقول فيه ولا مفيش، فده برضو ليه علاقة كبيرة بإن أنا أقدر أستشف في المستقبل إن مش هيكون فيه هناك علاقة. فإذا وجد ارتباط قوي بين المتغيرين فإنه يمكن استخدام هذا الارتباط في التنبؤ بأحد المتغيرين لو عرفنا المتغير الآخر. فأنا عرفت إن زيادة الولاء من العملاء بتؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات، فكلما زادت درجة الولاء كلما زادت المبيعات. طيب كذلك عايز أقول إن نتائج البحث الارتباطي بتنحصر بوجود قيمة ارتباطية بين متغيرين اتنين فقط، بيسموا معامل الارتباط. معامل الارتباط، الارتباط ده بيبقى بين مين ومين؟ ما بين المتغيرين، أو عدم وجود قيمة، يا في قيمة يا ما فيش قيمة، ودايما بنعبر عنها بكسر عشري بسيط، وعندئذ تكون العلاقة ما بين المتغيرين طردية، وهذا يشير إلى المتغيرين المعنيين في هذا النطاق. يعني إيه الكلام ده؟ خلينا نقول الحتة الأخيرة دي تاني أو بشكل تاني مختلف علشان نقدر نوضحها بشكل أفضل. نتائج البحوث الارتباطية دائما بتنحصر بوجود قيمة، القيمة دي بنقول عليها معامل الارتباط. هذا المعامل إما أن يكون من صفر لموجب واحد، وفي هذه الحالة نقدر نقول إن العلاقة ما بين المتغيرين علاقة طردية، المتغيرين محل الدراسة، ما بينهم وبين بعض علاقة طردية، وهذا بيشير إلى إن المتغيرين اللي احنا بنقيسهم في نفس الاتجاه الواحد زيادة أو نقصان، يعني ده بيزيد ده بيزيد معاه، ده يقل معاه. طب ايه الاذر سيناريو والاذر كيس بقى احنا بنتكلم فيها؟ ان يكون معامل الارتباط زيرو وسالب واحد. طب اذا كان الزيرو سالب واحد ففي هذه الحالة بيكون المعامل الارتباط ما بين المتغيرين عكسي، يعني واحد يزيد التاني يقل، واحد يقل التاني يزيد. طب لو لقيت معامل الارتباط الاتنين صفرين، صفر وصفر، لان خلي بالكو اللي ما بين الاقواس ده بيمثل متغير وده متغير، ايه الفرق؟ طب لو لقيت المتغيرين ده صفر وده صفر، ده معناه ان العلاقة ما بين المتغيرين دول علاقة معدومة او مفيش اي علاقة ما بينهم وما بين بعض. من الجدير للذكر بقى طبعا هنا ان احنا نتكلم نقول ان الدراسات اللي فيها الارتباطين دي بتقتصر فقط على دراسة مدى وجود ارتباط ما بين المتغيرين. انا عايز اشوف في ارتباط ما بينهم ولا لا، وإذا كان في ارتباط هل يا ترى هو ارتباط طردي، فلما واحد يزيد التاني يزيد معاه، أم الارتباط ده عكسي لو واحد زاد التاني يقل. وهنا أنا لا أتطرق إلى أسباب هذه العلاقة، أنا كل اللي عليا إن أنا بقيس هل في ارتباط ولا لا. الأسباب دي ممكن يكون بقى ده باب لدراسات تجريبية مستقلة هي تبتدي تقول لي إيه هي الأسباب. لكن لو خدنا مثال لهذا النوع من الدراسات الارتباطية، بقول لحضرتك مثلا العلاقة بين الصفات الشخصية للعاملين والولاء التنظيمي، هل في علاقة ما بين مواصفاتي أنا كموظف وولائي للمؤسسة بتاعتي؟ ها دول المتغيرين اهو، ندرس بقى مع بعض. لو الدراسة بتاعتي أثبتت إن في علاقة طردية، يبقى كلما زادت المواصفات الشخصية وارتفع مستواك في العمل، يعني بمواصفاتك انت الشخصية، ده بيؤدي في النهاية الى ولاء تنظيم، احنا الاتنين مع بعض. طب لو عكسي هنقول ايه؟ انما كلما زادت الصفات الشخصية قل الولاء. لا طب يعني انا مش عايز اكون انا بري جادجينج، او انا بعمل حاجة بأقفز الى نتائج من غير دراسة، بس احنا بنقول الاحتمالات، هقول يا اما في ارتباط ما بين
الصفات الشخصية والولاء، يا إما مفيش ارتباط، دي حاجة ودي حاجة لوحدها، بس كده ده المطلوب مني. لو خدنا مثال تاني هنلاقي فيه the association هنا may be accidental without being casual. هنا أنا بس ده على اللي فات، الترابط قد يكون هو بيمثل هذه العلاقة وليس، أنا هنا مش عايز الأسباب، دي اللي مكتوبة قدامي في الشريحة، أنا ما ببصش في الأسباب، أنا بشوف هو في فعلا ترابط ما بين اللويالتي وما بين الصفات الشخصية الموظف ولا لا. طيب لو خدنا المثال التاني، قلت العلاقة بين تنويع المحفظة المالية والعائد عليها. ها، تنويع المحفظة المالية والعائد على هذه المحفظة، هل في علاقة؟ يعني أنا لو نوعت العائد هيزيد هيقل هيفضل زي ما هو، ولا مفيش علاقة أصلا ما بين الاتنين؟ وبذلك دي بنقول عليها أحد الـ descriptive methods، وهي الدراسات الارتباطين أو الـ correlative studies. أما الدراسات السببية المقارنة أو الـ causal comparative studies، فدي بيقوم فيها البحث بتحليل العلاقة السببية ما بين متغيرات البحث وتفسير كيف ولماذا تحدث هذه الظاهرة، فضلا عن أن في إجراءات مقارنة بين الظواهر المختلفة لاكتشاف العوامل التي تصاحب حدث معين أو ظاهرة معينة. وبتختلف الدراسات السببية المقارنة عن المنهج التجريبي الذي قد يدرس العلاقة السببية ما بين المتغيرات من خلال التجربة، في إن الدراسات السببية المقارنة بتقوم باختبار العلاقة السببية من خلال جمع البيانات عن الظاهرة لاكتشاف العلاقة السببية بين المتغيرات. والفرق بين الدراسات السببية المقارنة والعلاقات السببية هو المنهج التاريخي الذي يتم استخدامه. طيب لو كده خد مثال على نوع من أنواع هذه الدراسات، هو دراسة تأثير أعمال الترويج والإعلانات على العادات والسلوك الشرائي للمستهلكين. وده بيعتبر في الحقيقة عنوان أقدر من خلاله أصل إلى إلى دراسة سببية مقارنة ما بين أعمال الترويج والإعلانات والعادات الشرائية عند المستهلكين. في الحقيقة ده واحد من المناهج اللي أرى أن هو more complicated عن المناهج الأخرى، فيعني لو احنا هنتكلم على مستوى الأبحاث بتاعته بتكون أبحاث إلى حد ما أكثر تعقيدا من الأبحاث والأنواع الأخرى اللي اتكلمنا عنها. بكده نقدر نقول ان الديسكريبتيف ميثود او المنهج الوصفي بينقسم الى 1 الدراسات المسحية زي ما اتكلمنا عليها من شوية، 2 كيس ستادي دراسة الحالة، 3 الدراسات الارتباطين او الكوريليتيف ستاديز، ورقم 4 زي ما قلنا الكوزال كومبيرتيف ستاديز او الدراسات السببية المقارنة. وفي الحقيقة لو انا ابتديت انظر بقى في المنهج الوصفي هلاقي فيه لو حبيت اقيمه هلاقي عندي هدفين واضحين جدا. هدف تطبيقي، وده بيبقى هدف هذا المنهج، انه يزود العاملين في مجالات الانسانيه والعلوم الاداريه، المجال بتاعنا اللي بنشتغل فيه، بايه؟ بمعلومات حقيقيه عن الوضع الراهن للظواهر. فاذا كنت انا هستخدم السيرفي فانا بمسح اللي موجود بقول ايه اللي موجود، إذا كنت أنا هستخدم الكيس ستادي فأنا بدخل في العمق وبقدر أجيب دراسة حالة مركزة على مجموعة محددة. طب إذا كنت أنا هبص على المنهج الثالث الـ correlative studies وأقعد أشوف المتغيرات الاتنين في بينهم بعض علاقة ولا مفيش، والعلاقة إذا كانت طردية ولا العلاقة عكسية. وإذا كنت هستخدم المنهج الرابع أو الطريقة الرابعة اللي هو الـ causal comparative studies هقدر من خلالها أعرف العلاقة السببية ما بين المتغيرات وأفسر الظاهرة. يبقى أنا كده على المجال التطبيقي
بنمد العلوم الإنسانية بمعلومات حقيقية عن الوضع الراهن. طبعا على المحتوى العلمي بقى أو المستوى العلمي، فطبعا في إضافة هنا إلى النوليدج أو إلى الرصيد العلمي المعروف. وطبعا المنهج الوصفي زيه زي كل المناهج الاخرى لا يخلى ابدا من بعض الانتقادات. فمثلا الباحث الذي يستخدم المنهج الوصفي في البحث قد يعتمد على بيانات خاطئة، مصادر البيانات غير صحيحة غير دقيقة، قد تتأثر نتائج هذا البحث الوصفي بتحيز الباحث. في تحيز في وصفك للأشياء أو في طريقة تجميع البيانات، قد تتأثر النتائج أيضا حسب العينة المختارة، فده يؤثر على النتائج النهائية، على حجم العينة، كيفية اختيارها، أي حاجة من هذه الأمور والمتغيرات. برضو من الانتقادات إن قد تتأثر الدراسات الوصفية باختلاف طريقة جمع البيانات. واضح جدا ممكن يكون القدرة على التنبؤ هنا مش بالقدر الكافي وتبقى قدرات محدودة. إذن فهو منهج زي كل المناهج في نفس الخطوات، زي ما ليه مميزات بيكون ليه مجموعة من العيوب. ولذلك لازم على الباحث إنه يكون ملم بجميع هذه المناهج البحثية، ويبتدي يشوف مين فيهم الأنسب والأوقع والأحسن لخدمة مشكلة البحث أو لخدمة المتغيرات اللي الباحث بيحاول يبحث فيها. هنا الخبرة ليها عامل، هنا الليتريتشر ريفيو أو الدراسات السابقة بيكون ليها عامل كبير جدا في تحديد نوع المنهج اللي حضرتك هتستخدمه. وبعد ما بتقرر وبتقارن المناهج دي مع بعض وأيهما أصلح بالنسبة لك، تبتدي تاخد منهج واحد بقى من كل المناهج دي وتتعمق فيه. يعني كل اللي انا كنت بقوله ده هو مش كلام سطحي، هو كلام داخل في صميم المناهج، لكن هو برضو لسه في اعمق كمان لما بتحدد المنهج بقى وتبتدي تتعمق فيه، تاخد معلومات اكتر وطرق اكتر تساعدك في تنفيذه في البحث بتاعك. وبكده نكون قد وصلنا لنهاية محاضرة اليوم اللي اتكلمنا فيها على مناهج البحث. لما لهذه المحاضرة من أهمية كبيرة، أرجو من الجميع أنه يبتدي يركز كويس قوي في أنواع مناهج البحث، إيه مميزات وإيه العيوب، ويبتدي يشوف إيه اللي يصلح للأبحاث والمتغيرات بتاعته، ويستعين بالليتريتشر ريفيو ويبص فيه ويشوف كيفية تناول الباحثون الآخرون لهذه المتغيرات وإيه هي المناهج اللي استخدموها، ومن ثم نبتدي نتعمق فيها أكتر وأكتر. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية محاضرة اليوم. على أن ألقاكم إن شاء الله في محاضرات قادمة، وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.